السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم علي هادي علي. وردت كثير من الأسئلة والاستفسارات حول طريقة تغيير اسم القرية في لعبة كلاش أوف كلانز. طبعا بالضبط الخاص باللعبة ما موجود عندنا خيار لتغيير الاسم بشكل مباشر، فلازم تقوم بمراسلة الدعم الخاص باللعبة حتى يقومون بتغيير اسم القرية. النقطة الأولى، اللعبة تكون مربوطة ببريد جيميل، يعني ما تكون مربوطة بحساب فيسبوك. مثل ما نعرف أن اللعبة أما تكون مربوطة ببريد إلكتروني أو مربوطة بحساب فيسبوك، فتكون مربوطة ببريد إلكتروني حتى الرسالة اللي راح ترسلها لهم تكون من نفس العنوان اللي مربوطة به اللعبة. النقطة الثانية، القرية لازم تكون واصلة إلى مرحلة معينة، يعني ما تكون قرية جديدة مثلا واصلة إلى مرحلة أو مستوى 40 أو 50. راح أوضح طريقة تغيير اسم القرية، وهذا الشرح نفسه ينطبق على الأندرويد أو الآيباد أو الآيفون. خلينا نجرب على الأندرويد. نشغل اللعبة وننتظر. هنا راح أضغط على Setting، بعدها أختار Help، بعدها أختار Report، وأختار Other Problem، وهنا أختار البريد الإلكتروني فأختار Gmail. نلاحظ أنه البريد الخاص باللعبة هذا البريد، وهذا البريد الخاص بالدعم. عندي الرسالة اللي أريد أرسلها أكتبها بهذا المكان، وعندي هذه المعلومات أتركها بدون أي تغيير. بالقسم الأول هو الوقت، وهنا اسم اللعبة والفيرجن الخاص بهذه اللعبة، وهذا الاي دي الخاص باللعبة واللغة ونوع الجهاز ونظام التشغيل. فبهذا القسم اكتب الرسالة اللي ارسلها الى الدعم واطلب من عندهم تغيير اسم القرية. طبعا موجود اسفل وصف الفيديو مجموعة من الرسائل ممكن تستخدموها وترسلوها الى الدعم الخاص باللعبة. اهم نقطة توضح سبب التغيير، فتذكر انه تم اختيار الاسم بشكل خطأ، او انت اشتريت اللعبة من شخص اخر وتريد تغير اللعبة، وتكتب الاسم القديم والاسم الجديد اللي تريد تغيره. الرسائل موجودة أسفل وصف الفيديو، فتكتب الرسالة وتنطيها أرسال. راح توصلك رسالة باستلام الرسالة بأنه تم استلام الرسالة، وراح يتم الرد عليك خلال فترة معينة. الدعم الخاص بهذه اللعبة يتأخر ردهم تقريبا من يوم إلى أسبوع، وبعدها يجيك الرد أما بالموافقة أو الرفض. مثل ما وضحت، أهم نقطة أنه ما يكون حسابك جديد، لأنه غالبا راح يتم رفض التغيير. النقطة الأخرى، الاسم اللي راح تغير اللعبة إليه ما يكون موجود سابقا، يعني اسم جديد. هذه النقاط إذا وفرتها راح يتم تغيير اسم القرية، فراح توصلك رسالة بالموافقة وتلاحظ أنه اسم القرية تغير. هذا الشرح هو خاص بالأندرويد. خلينا نجرب على الآيباد، هو نفسه على الآيفون. ايضا نفس الطريقة، اضغط على Setting واختار Help Report، ونفس الطريقة اختار Other Problem. لهنا انا وصلت الى نهاية هذا الفيديو، اتمنى ان يكون واضح للجميع. وضحت بي طريقة او كيفية تغيير اسم القرية في لعبة Clash of Clans من خلال تقديم طلب او ارسال رسالة الى الدعم الخاص بالموقع، وهذا الطلب اما راح يكون الرد بالموافقة او الرفض. النقطة الأولى، تكون اللعبة مربوطة ببريد إلكتروني حتى الرسالة اللي راح توصلهم هي نفس الرسالة أو نفس البريد اللي مربوط مع اللعبة. النقطة الثانية، الحساب ما يكون جديد، يعني واصل إلى مرحلة معينة أو ليفل معين 40 50 70، وتوضح سبب تغيير الاسم. بنهاية هذا الفيديو أتمنى أن يكون واضح للجميع. إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار بإمكانكم مراسلتي، والسلام عليكم ورحمة الله.